جميع الحيوانات بحاجة إلى النوم، لكنها تختلف في أسلوب وعدد ساعات النوم، فكل منها يمتلك نمطا معينا. إذ تنام بعض الحيوانات لأكثر من 18 ساعة في اليوم، وفي هذا الفيديو سنستعرض لكم أكثر الحيوانات نوما خلال اليوم. حيوان اللايمور. الموطن الرئيسي لهذا الحيوان هو مدغشقر، ويتصرف حيوان اللايمور مثل القرود، ويقيم على الأشجار، ويتغذى على الفواكه والخضروات واللحوم، كما أنه من الحيوانات المحبة للنوم، فهو ينام ما يقارب 16 ساعة يوميا. حيوان المدرع أو الأرماديلو. توجد جميع أنواع الأرماديلو في أمريكا الجنوبية، بينما تعد الباراغواي موطنا لإحدى عشر نوعا، كما يوجد في الولايات المتحدة في فلوريدا وتكساس وجنوب كاليفورنيا. تمتلك هذه الحيوانات القدرة على التحرك بسرعة كبيرة على الرغم من قصر أقدامها، وينام المدرع 19 ساعة في اليوم. حيوان الأبوسوم. هو حيوان جرابي أو كيسي صغير الحجم، ينمو إلى حجم قطة، وقد نشأ في أمريكا الجنوبية ويوجد في كندا، وإن عاداته الإنجابية غير محددة، ونظامه الغذائي المرن يجعله أفضل الناجين والمستعمرين في ظروف متنوعة. تنام حيوانات الأبوسوم 19 ساعة في اليوم، وتقضي 5 ساعات في البحث عن الطعام. حيوان الكسلان. إنه من الحيوانات الشجرية التي تشتهر بحركتها البطيئة، إذ يقضي هذا الحيوان معظم حياته معلقا رأسا على عقب على الأشجار في الغابات الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية، ويؤدي معظم أنشطته الأساسية من التزاوج والولادة والأكل والنوم على الأشجار. ويعد حيوان الكسلان من الحيوانات التي تنام كثيرا، إذ أنه ينام 19 ساعة في اليوم وينشط فقط مدة 5 ساعات. حيوان الكوالا. تعد حيوانات الكوالا أكثر الحيوانات نوما، وتوجد في المناطق الساحلية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وتعيش في غابات الأوكالابتس المفتوحة، كما تشكل الأوراق غالبية نظامها الغذائي، وتنام الكوالا مدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم، ولهذا تعد أكثر الحيوانات نوماً.